بسم الله الرحمن الرحيم، هنتكلم دلوقتي عن جميع الناس اللي بتاخد سايتوسيد. ايه افضل نوع اخده سايتوسيد وافضل حاجه للمريض السكر؟ الاجابه هتكون بالنسبه للسايتوسيد في منه اربع تركيزات، 300 و300 مركب، 600 و600 مركب. فاحسن حاجه من الاربعه الا وهو ال 600 مركب. 600 مركب اعلى حاجه خالص في السايتوسيد اللاين كله. بالنسبه للحاجات التانية لا، فده افضل بكتير يعني واريح، يعني ده يتفوق على الاوريجينال في الفيتامين بي 12 500 مايكرو، في فيتامين بي 1 برضو ممكن يكون تركيزه قليل بس فيه. فدلوقتي طب الحاجات التانية اتعملت ليه؟ سواء 300 او 300 مركب او الاوريجينال، عشان ياخد حصه سوقيه من السوق، يعني مثلا سواء في الفلوس او ايا كان. طب هو مثلا سكره مظبوط فاخد ده مثلا بنسبه قليله، فالفكره كلها فكره فلوس وازاي اجمع اكبر قدر ممكن من الفلوس. بالنسبه للسايتوسيد احسن حاجه تاخدها الا وهو المركب، احسن حاجه في الاربعه. في ناس مثلا يعني اللي هو يعني مثلا فيتامين بي 12 بدل ما تاخد مثلا اللي هو حاجه مثلا زي المثال تكنو او يعني اي حاجه فيها بي 12، لا يعني انت عندك مثلا ده في 500 مايكرو فيتامين بي 12 فده يغنيك تماما، بعكس ده مثلا ما فيش فيه فيتامين بي 12، يعني هنا يعني ده في فيتامين بي 12 وفي فيتامين بي 1. وبالتالي خلاصه الفيديو ايه؟ في اربع تركيزات من السيتوزيد. مريض السكر ياخد ايه؟ مريض السكر اي مريض خالص، يعني مكتوب له الفا لو بوك اسيد بيغيروا الاسم مثلا سايكتيك اسيد، فالاتنين نفس الاسم، فهو ياخد المركب عشان مثلا يعني الحاجات اللي معاه الزياده وتوفير الفلوس، يعني هو سعره اقتصادي. اخر نقطه خالص هختم بيها الفرق بين السايتوسيد مركب والالفا فيم 600، برضو يعني دول اعلى حاجتين. الشريط من الالفا فيم يعادل شريطين من السايتوسيد مركب تقريبا بسعر النهارده، يعني ده يعني السايتوسيد بيلعبوا لعبه مثلا العلبه شريطين ولا ثلاث شرايط، اما ده شريطين وده ثلاث شرايط، فالشريط من ده يساوي شريطين من ده. ميزه الالفا فيم اللي فيه مثلا فوليك اسيد وفيتامين بي 6 وجينكو بيلوبا، البي 6 قليل، الجينكو بيلوبا والفوليك اسيد حلوه قوي لو مثلا الراجل اللي عنده مريض السكر ده بيعمل مجهود كبير جدا وهو غالي، بس لو بيعمل مجهود كبير جدا او مثلا يعني بيساعد برضو في الجماع وكده مع مريض سكر طبعا معروف بيبقى عنده مشكله مع منشطات وكده، فهو برضو بيختصر عدد الاقراص. فدلوقتي مجهود ذهني وتركيز ومثلا كان الاهتمام بالزوجه وكده، فالالفا فيم احبه جدا للامانه، يعني الدنيا مثلا ممكن ياخد عدد اقراص خالص فيها توفير خالص، فعندك السايتوسيد. فكده احنا قلنا احسن حاجه في السايتوسيد الا هو السايتوسيد 600 مركب، وقارنا بينه ما بين الالفا فيم. مرتاح والدنيا تمام جدا وحلو جدا هتجيب الالفا فيم، الدنيا مش قد كده ممكن تاخد السايتوسيد 600 مركب وايه بس كده.